الحقيقة الغايبة في الموضوع، في حقيقة غايبة في الموضوع محدش بيبص لها أو بيتناولها بالشكل الحقيقي. إحنا دلوقتي اللي صادر أمام طرفين، طرف بيقول في انتخابات وطرف بيقول ما فيش انتخابات، وكل منهم ليه وجهة نظر بتحترم. تمام؟ ومش عايز أعيد السرد عشان كده معروف إن هنا بيتكلموا إن الفيفا اللي قايلة إن في انتخابات في فترة معينة، وده بناء عليه عينة اللجنة الجديدة برئاسة المهندس أحمد طبعًا. مجاهد اللي هو قبل 31 يناير، وفي نفس الوقت بيتكلموا إن طيب أنت كانت فترة انتقالية بالنسبة لاتحاد الكورة، وتساهلت معانا إن اللائحة مش عارف ما اتعملتش في وقتها، مش عارف كذا، وتساهلت في أكتر من موقف، اشمعنى دلوقتي جاي عايز تطبق القانون. الناحية التانية بتتكلم عن القانون ومش القانون. هي القصة لا قصة قانون ولا قصة بتاع، هي القصة نزاع بين طرفين. في طرف عايز يدخل الانتخابات، تمام؟ وفي طرف مش عايز يعمل انتخابات دلوقتي لان شايف ان الطرف ده هو الاجهز حاليا وممكن يفوز بالانتخابات. انا برضو يعني حسن انت ما انا هشرح لك الجميع، انا عايز اعرف الطرفين مين والناس عايزه تعرف الطرفين مين عشان نتكلم. الطرف اللي هو كان اللجنه الخماسيه يعني كان في الوقت لا لا لا, لا. مين اللي عايز يدخل الانتخابات دلوقتي؟ المهندس هانا بوريدا. تمام. هو لو اتعمل انتخابات هو الاقرب انه يفوز بهذه الانتخابات. تمام. صح ولا لا؟ تمام. وهو الراجل شايف ان فرصه في هذا التوقيت انه عايز يرجع يكون موجود قبل انتخابات الاتحاد الافريقي اللي هتكون في شهر مارس. تمام. صح؟ مين دلوقتي اللي من مصلحته الانتخابات تتعمل؟ المهندس هانا بوريدا. تمام. هو الاجهز، هو اللي لو دخل الانتخابات يكسب، هو اللي لو اي ظروف، كل الظروف دلوقتي هي بتقول ان هانا بوريدا هو يكون، وهو كابتن هانا بوريدا لازم يبقى رئيس اتحاد عشان يقدم. لا ما هو خلاص ترشح، بس هو عايز يكون في المنصب ده خلال فتره الانتخابات. تمام. تمام. وخاصه الانتخابات برضو فيها كلام كتير في الموقف الداير حاليا، وانه ممكن فجاه تلاقيهم بقى مقعد واحد بتنافس عليه اثنين، مش مقعدين زي ما الناس متوقعه. ممكن يفوز هانا بوريدا وفوز لكش. القصه الثانيه الطرف الاخر من الواضح ان مش عايز الانتخابات تقام في هذا التوقيت، اللي هو مين؟ اللي هو اللجنه الاولمبيه ومن خلفها. تمام. لان هم دلوقتي اللي بيتكلموا عن القانون ومش القانون، اللي هو ما بعد طوكيو 2020 تقام الانتخابات. من المفروض ان اللي بيحدد القصص دي القانون بيقول لك ان تقام كل 4 سنوات او بعد انتهاء اللجنه الدوره الاولمبيه، ايهما اقرب يعني. فبالتالي القانون ما حددلكش بقى الجمعية العمومية اتعملت يوم 30/7 فما تتعملش، يبقى لا ما ينفعش، وش نهاية 10 مش عارف ده. اعتقد اللوائح اللي بتحدد القصص دي كلها. لكن احنا دايما عندنا الامور مطاطة، احنا عايزين نعمل انتخابات هنعمل انتخابات، مش عايزين نعمل انتخابات مش هنعمل انتخابات. نتكلم بصراحة بس عشان ايه؟ اتفضل. طبعا الامور واضحة. فبالتالي من الواضح ان هناك رؤية ما او ترتيب ما ان نفتح مساحه للاخرين يجهزوا ويستعدوا لهذا المنصب. واضح؟ تمام. من الواضح ان هناك تجهيز لاطراف اخرى ان تجهز لهذا المنصب، وبالتالي بنتشدد ان مش عايزين انتخابات دلوقتي. طب ماذا لو ان الفيفا اصر على الموقف؟ تمام؟ يبقى لازم حضرتك لو انت مش عايز انتخابات وبتقول القانون، يبقى حضرتك تتواصل مع الفيفا وتحل القصه. هو ما ينفعش احنا نقعد نصرخ هنا مع بعض، طرف بيتكلم في انتخابات وطرف تاني بيتكلم فيش انتخابات. انت حضرتك كمسؤول بقى في الدوله، رئيس لجنه اولمبيه، وزير شباب ورياضه، حضرتك اللي تحل الاشكاليه، مش احنا اللي نقعد هنا نتكلم كل حاجه بنقعد نتكلم فيها بشكل مطاطي. الحل فين؟ واضح جدا وبسيط جدا. انت حضرتك ليك تواصل مع الفيفا، مو من المفترض ان اللجنه الاولانيه اما اتعملت وتشكلت كان ليك دور فيها ان انتوا شكلتوها؟ ومن المفترض ان الامور بتسير وفقا لما احنا في دوله، والمفروض الدوله بيكون لها كلمه او رؤيه في حاجه معينه. فبالتالي اذا كان حضرتك مش عايز انتخابات دلوقتي او ليك رؤيه معينه، وطبعا البعض بيطالب بوجوه جديده في اتحاد الكوره وده امر مطلوب، وفي نفس الوقت برضو اذا كانت الامور هتسير بهذا الشكل وفي انتخابات، المهندس هانا بوريدا انا شايف ان هو في الفتره الحاليه هو الاحق ان يكون رئيس اتحاد الكوره لان ما فيش حد على الساحه. طب انا هسالك في النقطه دي. نقطه مهمه جدا المهندس هانا بوريدا، بس خلينا نطلع الفاصل ونقول للناس ما بعد الفاصل هنقول ايه مع المهندس هانا بوريدا.